أنا المهندس حسن هاويني نائب مجلس قرى وبتليف. فوجئنا يوم 3/27/9 بعد صلاة الظهر، يعني بعد الساعة 1 ظهرا، يعني ولدين صغار جايبين ورقة على المجلس تقولوا هذه أدى جيب إسرائيلي، أدى جيب إسرائيلي، وأعطانا أو رمى الورقة هاي. طلعنا عليها غريب، يعني إحنا مش معتادين، ممكن يجي أمر عسكري، وزير الدفاع وتوقيع أو ختم وزارة الدفاع. إجانا فيها شعار دولة إسرائيل تحت توقيع وزير المالية، يعني قريناها بتمعن بيعرض وزير المالية على أهالي بتليل. أول شيء في إنه منطقة معينة حاطين فيها إعلان ممنوع حد يدخلها تحت، هو بيتحمل مسؤولية دخوله. اثنين، في أنا حد يعني بقول لك المنطقة المحددة باللون الأحمر، اللون الأحمر فيه عندي أنا ورقتين، ترجمة ورقة عبرية وورقة عربية، فيش شيء بقدر أعرف فيه شمال جنوب شيء كذا يعني. فإضافة لهذا، يعني أنا بيجي الإعلان هذا بيعلني، بقول لي أول شيء بدك خلال 60 يوم من تاريخه تحتج. تاريخه جاي في 22/8/22 بينما أنا استلمته جابوه أطفال في 27/9 بعد 35 يوم من أيام أعياد السنة العبرية، رأس السنة العبرية في هذا اليوم، يعني بحيث أنه حتى يروح كمان أخرى أسبوع أو 10 أيام ما حدش يستفيد. وين بدي أراجع؟ إذا أتيحت إلي فرصة المراجعة في شارع يافا في القدس، وأنا لا أملك حق أني أوصل لهذه المنطقة.